فم بوارق وانا مولي عندي الاخبار. نحكي لكم مرضيه شيخنا الشيخ رحمه الله علينا وعليه. تقول يوم رحمه قطب الزمان شيخنا علي الشيخ السلطان يوم فيه عيال الرحمن ليعوم ماسم الاقدار. يوم رحمه قطب الزمان شيخنا علي الشيخ السلطان يوم فيه عيال الرحمن ليعوم ماسم الاقدار. ويتموا الحلم والفرقان ويتموا المحاصر الكبار ويتموا التسبيح والاذان كل وقت ويتموا الاسرار. وصلوا الصوم حنان حرمايا وقت صبار وزكي والحج قرآن ينتلوا عبادة الاسحار. ويتم الترحيب والاحسان والسلام ومعطى الاخبار والسخا ومعطى الاوعان والذهب والعين والاوزار وادبير وقوة الايمان والصبر والود في الجار والسمع والمعنى والشان والديق وكبر المقدار. شيخنا يعطيه الغفران كان هو عمار ذاك كامل كان وكيان صابر على ذاك وصبار. ولا يذهب عنه عودان فات عمره ما زاز نهار كون رافد ما هو فتران هم لما ما صاد وعار. وسند كان وعون وعوان وزند كان وثمرة ودرار عايد من هل ومان واردين ومن كل أخطار. وكان هو ليان قوم شين الخلق والانكار وباس قوم الباس وسكان كان طيش وجور الجيار وقوم الخلط والشانئان. وكان هو طحار روح ذابت فمر الخذلان بالرخمة قام شكشار. وكان هو بيان حق ضاعف ذاك الطيار وأحيانا يا ذا من كان عاد شد أخباره ومرار ما يقدي طاويه لسان. ولا تقدي تحيط والأشعار ما يدوم الله لك يا فلان كون وجه الحي القهار مو الأمر المالك الأكوان حق عن الدنيا غفار. ويا الله لك يا فلان يبان شيخ نحن ما تفطار عاد شيخ القلة والجاه فام دير ومشيه نهار وغاب نجمه فمان الله والسلام وبرود الدار. نالهم عليه رجل الله الله لو اني هازر حتى هازر حتى تبارك الله راي راي تسمع تحت تحكي شيء لا شيخ يعني بل ولا الحي لا تحدي الله يحكي لكم قبالة لا تدخل كرتومة وظهر البيت سيرنا سير القوم
الصيف تقول ظهورك ما ريناك يه ظهور حد من ليل تستوليت الخلاقة ظهورك ما ريناك يه ظهور حد من ليل تستوليت الخلاقة وذاك الظهور فيه الاذهان تقور يا شيخ نعلي الشيخ كيل براقة وعتمنقع من البركات ما يقور وحلو وازلاق للضواقة وتنفع صديق وطرلع دو معمور تعصبتك اللي شايف نواقة وزلت طار ولا خلق محظور وتخلط الخلق وقام تهرق وفجرت من العلم الخير البحور والحق يا ليلي ليلي يا ليلي هوري يا 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 وزلت طار ولا خلق محظور وتخلط الخلق وقام تهرق وفجرت من العلم الخير البحور والحق للمؤمنين كانت غراقة والدفق جاية بلا تدبور هارب من اللمبات فبلاقة وعارض لها بالضحك والبخور والمفصص بالدهن وساقة والخيط والواويش وفلتور وبلحم جمل وقلب الناقة واللي منها جاك الجر مضرور يفز ماشي صح من زلاقة طبعك ما هو قشور لوذن ما تحوص والعين ما يشر واقة وتبسان فيه ياسر من السرور والصوت فيه ياسر من دباقة وتوطب الشور والكم هاك مجرور مانك حشاكي في قمان ضعفاقة والباسك ما هو الباس حد مغرور ومشاي بلان عايل في تراقة ولا لقاية بتلي تعود مشكور وش قال شاكلة كان يشير خلاقة ما قد طفل لا لقيت بتي تعود مشكور وش قالك شاكرك انا الشير خلاقة ما قطنفلت من سالف الدهور منكم شمل مغنيين حلاقة شارب من شكرك خادم البحور لسنتها جابر على ميلاقة كله متقرح وكله مكرور وذاك وحال مغنيين لعتاقة والنحاية تطرح عليك والشور يبرك وبنجة وبرصاقة وبيات الحرب تنتشد بالشور والشحوام شجاي وميلاقة تعطات لي لاريت مكدور دفام شكرك من هول المفلاقة من حاكم وفلة والظهر والنور والمرجان وزيرات الملاقة والقنيب والمبيديع أم النور ورارش والصبع والعلاقة والحاكمات عدل محرم عاشور واللي شارب عوين زرقاقة فيكتم العروق واد خامور وقت التقانت وعلى أبواد الناقة والفاد وابو الفرقان والبشور وحومات الحرج وقصور قتاقة والحاكمين حواش ذوك البحور وكالو تيرس وامساقة والله لوني والله يوم ولي اللي حق قالوا مولانا اللي حق زاد حق وتميت اللي بذاك التأمور والناس جايتك صاقع على صاقع شي جاي زور وشي جاي دور وشي ما جاك ولا وقوفي الصاقع كانوا مجاك الله له محرور لمجيلك ما قط عادي وتاقع وانا زايرك يا خيار شيخ مزيور وما سيقدون شي قيس الطباقة نبغي ياسر متناظر الأمور ويد وحدة ما قط عاد صفاقة وفي البداية ياسر من الناس من الكور معول علي وعادلي علاقة وانا مقداش ونخاف من القرور ما نقد نديلقي مع الديلاقة ولان يا شيخنا كيف حد مشموع والوالدين عايدين دي نقاقة وهم ضعاف ولا من البرور نزوق عنهم في ايام حقاقة ولان قد يا شيخنا من روح الطيور طايرين وش قال طيور النزاقة والخير بقدو عند ذا الشكور ما هو حشاه محتاج دقداقة وانا انت تلميذيك حق ونجيك مسقم جاي كيل مزراقة وصلي ركعات وجماعة ديديك لله الدور الأمور تتلاقى
والله حشاك خلي تلميذك يسرخ لاقي عطفاق. شكرا.